السلام عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق للنص الوظيفي الثالث المندرج ضمن الأسبوع الثالث من الوحدة السادسة، مجال الرحلات والأسفار. رحلات والأسفار المرجع المفيد في اللغة العربية للمستوى الثالث. إذا نبدأ على بركة الله. ألاحظ وأتوقع، أصف المكان وأذكر المناسبة، أبين الشخصيات المشاركة في الرحلة. إذا لاحظوا معي الصورة، الصورة لمخيم عند سفح جبل، مخيم عند سفح جبل، حيث يوجد خيام وأطفال يقومون بتنظيف المكان، وآخرون يهيئون الطعام، ومجموعة أخرى ترفع العلم. إذا الشخصيات المشاركة في الرحلة الأطفال وقائدهم، الأطفال وقائدهم. إذا الصورة لمخيم عند سفح جبل، حيث يوجد خيام وأطفال يقومون بتنظيف المكان، وآخرون يهيئون الطعام، ومجموعة أخرى ترفع العلم. الشخصية المشاركة في الرحلة الأطفال رفقة قائدهم، الأطفال رفقة قائدهم. انطلاقا من العنوان المشهد، أذكر توقعي لما قد يتحدث عنه النص. إذا انطلاقا من المشهد والعنوان، أتوقع أن يتحدث النص عن رحلة كشفية لمخيم جبلي. انطلاقا من العنوان والمشهد، من المشهد والعنوان، أتوقع أن يتحدث النص عن رحلة كشفية لمخيم جبلي. رحلة كشفية. ظهر التباشير الصباح في الأفق، فضعفت أنوار النجوم وغاب أكثرها. في هذا الوقت كانت الحافلة تغص بالكشافة، وما إن هدر محركها حتى أطلت الرؤوس من النوافذ ضاحكة مرددة. إلى اللقاء، إلى اللقاء. ولوحت أيدي الآباء والأمهات بالوداع، وهم يدعون لأبنائهم بأمان السفرة وسلامة العودة. عند الزوال حل الكشافون بالمخيم رفقة قائدهم. كان المخيم في غابة تقع عند سفح جبل تضلله أشجار الأرز والصنوبر والفلين. أنزلوا أمتعتهم من الحافلة، تعرفوا المكان في سرعة، نظفوه من أوراق الشجر الجافة والأعواد اليابسة، أقاموا سارية العلم الوطني ونصبوا الخيام حولها، خططوا الطرقات وهيئوا مواقع الطبخ والأكل والأنشطة اليومية. قضى الكشافة في المخيم أياما ممتعة، يصحون مبكرين يحيون العلم الوطني، ثم يتوزعون إلى فرق، هذه تنظف الأرض وتلك ترتب الخيام وأخرى تعد الطعام. بعد ذلك يمضون متجولين في الغابة أو متسلقين الجبل، يستمتعون بجمال الطبيعة ويلتقطون الصور، ويخصصون بعض الوقت للألعاب الرياضية والأنشطة الثقافية. ومع كل هذا كانوا لا ينسون قراءة الكتب والقصص، وكتابة الرسائل للأهل والأصحاب، وتدوين كل ما يستهويهم في الرحلة من مذكراتهم. مضت أيام الرحلة سريعة، كانت مناسبة للإطلاع والاستكشاف ولترييض الأجسام وتقويتها، كما كانت فرصة للتدرب على الصبر والمثابرة والتعاون والتسامح والاعتماد على النفس. أنمي معجمي، أختار الشرح المناسب لكل كلمة من الكلمات. إذا هدر قصف أو دوى، إذا هدر دوى تغص تمتلئ تفرغ، إذا تغص تمتلئ. يصحون يفيقون أم ينامون، إذا مرادف كلمة يصحون يفيقون. يستهويهم يغلبهم أو يستميلهم، إذا يستميلهم. أم الأخريطة كلمة متسلق، إذا متسلق نوعها اسم، مرادفها صاعد، ضدها منحدر أو نازل، أو نازل. تركيبها في جملة، اللبلاب نبات
متسلق، إذا اللبلاب نبات متسلق. أذكر كلمات من عائلة طبخ ورحل، إذا طبخ طبخ طابخ طباخ مطبخ، إذا طبخ طبخ طابخ طباخ مطبخ، رحل راحل رحلة ترحال رحالة، رحل راحل رحلة ترحال رحالة. إذن أجيب، ماذا فعل الكشافة لدى ظهور تباشير الصباح؟ إذن عند ظهور تباشير الصباح صعد الكشافة الحافلة، الحافلة، إذن عند ظهور تباشير الصباح صعد الكشافة الحافلة. كيف تصرف الكشافة عند دخولهم، عند حلولهم بالمخيم؟ عند حلولهم بالمخيم نظف الكشافة المكان وأقاموا سارية العلم الوطني ونصبوا الخيام وخططوا الطرقات وهيئوا مواقع الطبخ والأكل والأنشطة اليومية. إذا عند حلولهم بالمخيم نظم الكشافة المكان وأقاموا سارية العلم الوطني ونصبوا الخيام وخططوا الطرقات وهيئوا مواقع الطبخ والأكل والأنشطة اليومية. على ما يدل هذا العمل؟ إذا العمل الذي قام به الكشافة يدل هذا العمل على روح التعاون، يدل هذا العمل على روح التعاون. السؤال الأخير، بما كان الكشافة يبدأون يومهم؟ إذا كان يبدأ الكشافة يومهم بتحية العلم والتوزع إلى الفرق، إذا كان يبدأ الكشافة يومهم بتحية العلم والتوزع إلى فرق. أختار عنوانا آخر يقبله النص وألون بطاقتي. إذا الكشفية متعة مفيدة، بالكشفية تحلو الحياة، الكشفية لهو واستكشاف. إذا هناك عنوانين مناسبين للنص، إذا الكشفية متعة مفيدة والكشفية لهو واستكشاف، ولكن الأقرب هو الكشفية متعة مفيدة هو العنوان الذي سأختاره أنا. أضع علامة في أمام ما يناسب بحسب النص. إذا شخصية النص الأستاذة، القائد، الكشافة. إذا شخصية النص القائد، الكشافة. مكان النص المدرسة، المخيم، الغابة. إذا مكان النص المخيم، الغابة. زمن انطلاق الرحلة، في المساء، في الصباح أم في الزوال؟ إذا زمن انطلاق الرحلة في الصباح. أرتب الفرق الآتية حسب وقوعها في النص بالأرقام 1، 2، 3. فرقة تعد الطعام، فرقة ترتب الخيام، فرقة تنظف الأرض. إذا أول فرقة هي الفرقة التي تنظف الأرض، تليها فرقة ترتب الخيام، وأخيرا فرقة تعد الطعام. السؤال الثامن، يتدرب الكشافة على قيم حميدة أسجل التي وردت في النص. إذا القيم التي يتدرب عليها الكشافة الصبر، المثابرة، التعاون، والتسامح. إذا القيم التي يتدرب عليها الكشافة الصبر، المثابرة، التعاون، والتسامح. أنسج على منوال، ما إن هدر المحرك حتى أطلت الرؤوس، ما إن هبطت الطائرة حتى بدأ المسافرون بالنزول، ما إن هبطت الطائرة حتى بدأ المسافرون بالنزول. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم، أضرب لكم موعدا في فيديو قادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع السلامة.